حزون المصري. والله بص، الظروف خلت ان يبقى في افلام تقريبا خلصانه ما نزلتش، وده بالنسبه لي طبعا unexpected يعني، بس الحمد لله لعله خير. اتمنى ينزلوا في اوقات مناسبه. المطاريد باذن الله نازل في يناير اللي جاي، اعتقد 25 يناير مثلا حاجه كده. اي حاجه تانية هتبقى اكيد من بعد العيد او في العيد لاخر السنه بقى يكون الافلام دي نزلت. اعتقد مش هزود عليهم الفتره الجايه حاجه لحد ما ينزلوا. كل فيلم فيهم مختلف خالص خالص عن الفيلم التاني. حسن المصري هو فيلم جديد الاول، صورت معظمه في جزء كبير منه في لبنان، وباقي فيه جزء اتصور ان شاء الله في مصر، انتاج استاذ جابي خولي وشركات اخرى. هو شخص تعرض لحادث خلاه يفقد سمعه، فبقى بيسمع بسماعة جهاز، يا اما وعنده حالات بقى معاها جدا انفعال، عنده ازمات نفسية خلت عنده بانيك اتاكس طول الوقت، وعدم القدرة على السيطرة على ردود افعاله. ساعات بيقلع السماعة، يبقى مش سامع حاجة، ساعات يعني في علاقة كده داخلية جدا جوه، ليها علاقة بماضيه واللي حصل له، بتأثر على الحاضر ومستقبله يعني اللي هو عايشه. أتمنى إن الفيلم ده يبقى زي ما أنا حبه، هو فيلم مختلف ما بتعملش بقاله كتير، كوميرشلي أنا شايفه عالي جدا وإنساني جدا جدا جدا، وفي جزء أكشن جديد أتمنى إن هو يبقى معمول بشكل يليق يعني.